مصطفى الإبراهيمي رئيس فريق العدالة القانونية بمجلس النواب. دكتور، خصوص اللقاء ديالكم اليوم مع الإخوة العائلة والتنمية ومجموعة من ممثلي النقابات المهنية، على أي محور؟ شنو هي المستجدات اللي نورتوا بها الحاضرين؟ هذا اللقاء اللي كان اليوم نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة القانونية بإقليم الناظور، وكذلك الكتابة الإقليمية للقضاء المهني، وكان المحور ديالو هو التغطية الصحية والتقاعد للمهن الحرة والمستقلة. وهذا النظام هو نظام اللي كيشمل تقريبا واحد 5 مليون ديال المؤمنين و 10 مليون ديال المستفيدين. هو نظام اللي جا باش تقريبا هادشي كيشكل ثلث ديال السكنة ديال المغرب، اللي يوفر التغطية الصحية وكذلك التقاعد. فالقوانين اللي عندها علاقة بهاد جوج تاع القوانين صدرت، وكذلك المراسيم النصوص التطبيقية حتى هي صدرت. واليوم أول بطاقة هنا في مدينة الناظور بالنسبة للعدول للاستفادة من نظام التغطية الصحية، وهو نظام مهم لأنه كيغطي واحد سلة ديال العلاجات اللي هي واسعة جدا. كذلك بالنسبة للاستفادة وبالنسبة للتعويض فهي مهمة، ونظام التقاعد فغادي يغطي هاد تقريبا فئات اللي هما التجار، اللي هما الفلاحين، اللي هما أصحاب الصناعة التقليدية، وأيضا المهن اللي عندها منظمة بقانون اللي هما الأطباء والصيادلة والمحامين والممتقين، وكذلك مهن أخرى الحرفيين اللي بحال مثلا الناس اللي كيديروا النجارة ولا كيديروا الحدادة ولا كيديروا مجموعة من الحرف، فكلهم أيضا بقرة إلى آخره. فكلهم هذوما كانوا يتوفروا حتى لشي نظام، ومقتضى هاد جوج تاع القوانين والنصوص التنظيمية إن شاء الله غادي يساعدوا في أقرب الوقت. شكرا جزيلا. إضافة ولا شي حاجة أنه كنداء وتوجيه؟ النداء هو أنه كاين واحد مجموعة من المسؤوليات، مسؤولية ديال الحكومة أنها كل قطاع يفاوض يعني المهنيين الذين يتبعون له فيما يتعلق بالممثلين تاعهم سواء الهيئات او النقابات او الجمعيات. فيما يتعلق بالمهنيين فخصهم يكونوا منتظمين داخل الغرف، وهذه الغرف حتى هي خصها تنهض بالمسؤوليه ديالها في المشاورات لكي تخرج هذا القانون الى حيز. رسالة ديالكم للنقابات اللي كتدفع للشركات الخاصه، يعني ما عندهاش علاقه بهذا النظام. نقابه ما عندهاش، ما كنتكلموا لان عاد انا قلت بانه كاين النظام يقوم على 3 ديال الامور. كاين التغطيه الصحيه الاجباريه بالنسبه يعني للموظفين والاجراء، وكاين الرامض، وكاين هذا التغطيه الصحيه بالنسبه للمهن الحره والمستقله. اما هذاك فهي مساله اخرى اللي عندها علاقه بالماده 114 من القانون 65 ساعه صفر، والمشرع اللي وضع هذا القانون هذا اعطى التغطيه الصحيه للمؤسسات العموميه وما اعطاهاش للقطاع الخاص، وبالتالي اعطاهم 5 سنين باش هذا النظام يرجع للمؤسسات العموميه لحد الان. منذ 2005 الى يومنا هذا ما رجعش للمؤسسات العموميه، يجب ان يرجع للمؤسسات العموميه. شكرا جزيلا لك.